طيب هلا انا مشان ما يكون الشغل مجرد انه انا عم طبق اوامر، انا كل امر بدي طبقه بدي اشوف نتيجته. يعني مثل وقت اللي عملنا تمفصل للجائز على الطرفين، شفنا كيف اثر على العزوم الفتل على الجائز الرئيسي بانه منعنا تتشكل عزوم سلبي على اطراف هذا الجائز، وبالتالي انعدمت عزوم الفتل على الجائز الحامل. رح نشوف هلا، بما انه نحن سندنا عمل محوري فقط للعناصر البريسنج، عناصر التربيط، فأنا هلا رح أطبق حمولات جانبية، حمولي جانبية رح بالاتجاهين بإكس وواي، ورح أستعرض القوة الداخلية بالعناصر الخطية، أي قوة هي اللي عم تأدي لنشوء قوة فيه وأي قوة لا. المفروض إذا بده يطلع شغلنا صح لحتى يكون صح، مثلا إذا بدي أستعرض قوة داخلية لهذا العنصر، فأنا إذا طبقت قوة هون مثلا قوة أو يعني حمولات مستمرة بهذا الاتجاه، الاتجاه واي، وبالتالي هم ما لازم يتشكل فيه اي قوة، تمام؟ بس لازم يتشكل قوة بهذا. ولكن اذا انا عملت حمولات هون، حمولة مستمرة باتجاه عكس اكس، لازم تتشكل قوة بهذا العنصر شد، صح؟ لحتى يكون اسلوب اسنادي صح، لحتى انا اكون عم بشتغل بطريقة منطقية، وبالتالي إذا نفذت وفق الافتراضات اللي أنا حكيتها، فالعناصر اللي أنا عم صمم عليها هو عناصر موافقة للأسلوب الحقيقي للمنشأ، تمام؟ فهل أنا كمان برجع بحكي هون، رح أرد أرجع أحكي على الحمولات بشكل أوسع، بس أنا بهمني إنه شوف سلوك العنصر، فرح أرد أنا أطبق حمولي هلأ، تمام؟ للديفينيشن رح أطبق حمولي بالبار، بدي اياها مثلا انا فرضا بالاتجاه اللي هو عكس اكس، في ناقص اكس مثلا هون صفر، ما بدي اياها زد، بدي اياها اكس. شايف عندك هلا رح نحكي فيهم، بس لاحظ في اكس وواي وزد بالاتجاهات، فانا بدي اطبقها مستمرة على هاد وبهذا الاتجاه، وبالتالي بدي اياها ناقص اكس، صح؟ تمام، مثلا بعوضها ناقص 7 فرضا، ناقص 7 كيلو نيوتن على المتر الطولي، تمام. اد بختار العناصر اللي بدي اياها تروح هيك وتروح هيك، تمام. وبدي اياها مثلا حتى على الاعمدة كمان، انا بدي حمولة جانبية كاف هيك بدي اياها، تمام. بدي اشوف الاسلوب اللي راح تطلع فيه القوة، ايه. وهلا بدي اشوف القوة بهذا العنصر الخطي، رديت انا حللت، هلا بعمل ريزلتس دايجرام فور بارز. هلا منطقيا هذا العنصر، راح اول شيء نتعلم كيف نعزل العنصر مشان نشوف القوه الداخليه فيه لوحده. نحدد العنصر بدنا اياه، هذا خيار عزل، يعني اديت ان نيو ويندو، فينك تعدل عليه بنافذه منفصله، بس كحددته كبست بيعطيني اياه هو لوحده، لاحظ. وبس بدي اطلع من الكويس اكزيت، تمام. انا بدي اشوف القوه الداخليه الناتجه عن الحمولات، ف المنطق انه لما يطلع عندي لا ام اكس ولا ام واي ولا ام زد، انا عرفته تراس. لاحظ شو كتب لك، مينيموم ماكسيموم صفر، ما في اي قوة. طيب هذا حلو الكلام، انا اشوف القوة الداخلية مثلا، اول شيء القوة المحورية ما العزوم، القوة هلا نحكي العزوم، تمام. في عنا قوة، في عنا قديش قيمتها، قيمتها 16.77، تمام، هي قيمتها إذا لاحظت. طيب عندي قوة باتجاه واي شيء؟ لا. عندي قوة باتجاه زد؟ لا. لاحظت؟ معناتها أنا ضمنت بشكل تام إنه عم ي... إنه العنصر الخطي عم يشتغل بسلوك محوري. طيب هاد راح أعزل هاد وشوف، هلا المفروض هذا ما تنشأ فيه حتى قوة محورية، لأنه قوة الرياح هيك متعامدة عليه، صح؟ فبرد بعزله وبشوف الموضوع، هل عندي انا قوة عزوم؟ اول شيء عزوم ما عندي، كله صفار، تمام. طيب بالغيون بشوف القوة الباقية، اول شيء راح استعرض الاف اكس لوحدها، في ما في اف اكس، صفر فاصلة، قيمة صغيرة جدا، هاي نتيجة انزياح العقدي، بان العقدي ما راح تنزح بالمطلق، هيك راح تزيح شوي بقيم جدا صغيرة هيك العقدي، وبالتالي
عندك قيمة محورية قيمتها 0.16 تكاد تكون مهملة، يعني قيم صغيرة جدا. أما شوف الإف واي والإف زد، وبالتالي فهو السلوك صحيح، إنه هو معناته نحن نستنتج إنه العقدي منزاحة شوي لهون، فمسبب عليه قوة مثل قوة ضغط، الموجب ضغط مسبب عليه قوة ضغط، عرفت؟ فبس أما خارج مستوي ما انسحب أي قوة، ما انسحب أي قوة، يعني وبالتالي نحن سلوك الأسلوب صحيح. لاحظ شوف، انه شوف العقدي، شوف الفرق بين هي وهي، لاحظ المفروض تتحرك هيك لحتى ما تنشأ في قوة محرية، بس شايف في انزياح على هذا الخط صغير جدا، هذا سبب قوة ضغط فيه، وبالتالي مخطط التشوه دقيق. يعني انت اذا بتقاطع مخطط التشوه مع القوة تستنتج اذا عندك خلل بمشاكل بالحل. انا المفروض لو كان عم يتحرك بس هيك لقدام كان المفروض ما يعطيني، كان المفروض ما يعطيني ابدا ابدا هذا الفرق اللي هو ظهر، شايفه الفرق؟ كان لازم تمشي هيك العقدي بس نتيجة قوة الرياح، بس هذا الفرق الصغير ونشوء قوة الضغط بيعطي دليل انه السلوك صحيح. وهي هي اهم شغلي بالنهاية، انت رح تخلي البرنامج هو اللي يصمم، ما عاد رح تهتم بهذا الموضوع، بس انت اللي بدك مثل ما قلناها توصف السلوك الصحيح للعصر، وتتأكد بانه تقاطع المعلومات اللي عم تاخذها من مخططات القوة والعزوم هو موافق تماما لمخططات التشوهات. هذا الحكي اللي بدك تقاطعه تماما لحتى تقدر، مثلا اذا بدنا نستنبط معلومة تانية، احنا كيف قلنا الجائز رئيسي وبصير ثانوي؟ لاحظ كيف الثانوي الرئيسي انه تفرق العطالي 1.5، لا شوف انه عطالة الجائز الرئيسي اكبر بمرة او مرة ونص من الجائز الثانوي لحتى يصير حامل. لاحظ كيف صارت، اذا انا حطيت على الاحمال الشاقولية هلا تشوه، لاحظ كيف حامل، شايف كيف هذا الجائز هو حامل لهدول الخضر، كيف هني نقطة الاقتراب من الجائز عم يقل الانتقال تبعهم، معناتها هذا الجائز صار عنصر حامل، وبالتالي الحكي صح، الحكي صح تماما. شايف اذا بتتعرق خطة التشوه بترسمه هيك، لاحظت طلع كيف، اذا يعني بنحط على هاي الواجهة بينزل هيك جائز، عند الجائز الرئيسي برد بيطلع، وبالتالي صارت هي بتشكل نقطة استناد. تمام هذا الحكي. هلا خلصنا طبعا نحن حكينا، انا قلت لك ما رأ... يعني حكينا انه ما راح مخطط تشوهات راح احكي فيه بعدين، هو الحمولات وكل شيء، لسبب لانه انا بس هلا استخدمته لحتى اقاطع الافتراضات اللي حطيتها، لحتى اكون يعني عندي ثقة بانه انا الافتراضات اللي حطيتها هي بالفعل موجودة، خلص طبقت والبرنامج فهمانه وعم يعملها بشكل صح. فهلا انا هاي الديفورميشن التشوهات والقوى راح نستعرضها يعني على هينتنا ومهلنا، بس نوصل للمرحلة بعد ما نكون حطينا كل الحمولات اللازمة وجاهزين للتحليل النهائي، بنحلل وبنطالع القوى والعزوم والتشوهات المستعرضة. طيب هلا اللي باقي عندي هي شغلة وحدة، هي الحمولات، هي باقي شغلة وحدة لحتى تكون مرحلة التحليل خالصة وليس التصميم، التحليل. كتصميم يبقى عندي خطوة بارامترات التصميم، اني فهم الكمبيوتر وقت بدي يجي يصمم انه هذا جائز، هذا عمود، الجائز بهي النقطة، هذا جائز معناته مشكلته هتحنيه بالفتلة الجانبية. يعني انت بالحسابات بالخوارزمية تبعيتك بالبرمجة تبعيتك وقت بدك تيجي تمسك هذا الجائز بدك تشتغل على تحنيه بالفتلة الجانبية فيه، تمام؟ وقت بدك تيجي تشتغل بهذا العنصر التراس، لا هذا عنصر بس خاضع لقوة محورية، بدك معناته تختصر التحقق على تحليل الفتلة الجانبية، ما تحققه اصلا لانه ما في عزوم، وبالتالي الكمبيوتر كيف بده يعمل هذا الحكي الا اذا انت فهمتي عن طريق بارامترات التصميم. يعني باختصار بارامترات التصميم لحتى تقول له مثل كانه حدا عم يحل يدوي وانت عم توجهه كل خطوه، انه عناصر الضغط الصافي بيبقى بيبقى تحقيق على التحنيب الكلي من ناحيه الاستقرار، عناصر الخاضعه لمجموعه من القوى سواء قوى وعزوم، وبالتالي بصير فيها تحقيق على التحنيب الكلي وعلى تحنيب الفتل الجانبي بسبب وجود الانعطاف. تمام
العناصر الخاضعة لانعطاف صافي ما فيها قوة محورية مثل هدول الجوائز، يعني ما نعم بيعتمد عليه مقاومة القوة الجانبية مفصلتها، ما بتجي أي قوة محورية من أي شيء، هي فقط خاضعة لانعطاف نتيجة حمولات التغطية، وبالتالي هي العناصر ما بت... على الاستقرار بس بتدخل بحسابات تحقيق تحليل الفتلة الجانبية، ما بتحقق التحليل كله، ما بتحقق لي ما بيلزمني. تماما هي الفكرة. يعني برامترات التصميم إذا بدنا نحكي ببساطة هي إنه البرنامج هو بعملية التصميم رح يبلش يحل مثل ما بتحل أي مسألة معدنية، بس أنت بدك تصير توجهه إنه شو تاخد بعين الاعتبار وشو تهمل. تمام. أما عملية التحليل خلص هو مثل ما قلت لك، هو مثل ما قلنا يعني عقد في صلابات نتيجة اتصال العناصر فيها، وعليها حمولات نتيجة توزيع الحمولات كل عقدي إلى حصن الحمولي، وبالتالي نتيجة بطريقة العناصر المحدودة، وبالتالي فورا بيضرب مصفوفة الصلابي هو بده يطالع شو؟ بده يطالع الانتقالات. تماما. ف بده يطالع الانتقالات، فبيضرب مصفوفة الصلابي بمصفوفة القوى العقدية، القوى اللي هي بالعقد، بتطلع معه مصفوفة الانزياحات. مصفوفة الانزياحات بعدين بعلاقات أخرى اللي هي بتهتم بمعامل المرونة للعناصر، بتعرف انت قديش اجهد هذا العنصر، قديش صار في قوة داخلية، لانه لسبب انت مثلا اذا انزاحت عقدي 2 سنت كانت هاي العقدة تابعة لعمود بيتوني، فنتيجة هذا الانزياح معامل مرونة البيتون المعروف تنشأ عزوم، يعني إذا قلنا هذا العمود بيتوني ونزحت العقدة هيك 2 سنت تنشأ فيه عزوم مخالف إذا كان هذا المغايرة، يعني إذا كان هذا العنصر معدني وتحركت العقدة بنفس الانزياح. ليش؟ بسبب مرونة العنصر، اختلاف في المرونة. نحن بنشتغل أصلا بالمجال المرن، وبالتالي حسب وبالتالي انا من مخطط التشوهات ومخطط التشوهات والاجهادات، وبالتالي انا بس كاني عم حط على المحور اكس قيمه التشوه، عم بطلع فيه قاطع مال المنحنى طالع قيمه الاجهاد اللي فيه، طالع قيمه القوه المعرض للعنصر. هي الفكره يعني. وبالتالي هو اهم شيء عنده انزياحات العقد، بعد انزياحات العقد بفوت بهي اليه الحسابات وبيستنتج مباشره القوه الداخليه بالعناصر. تمام. بس هاي الفكرة. فهي العملية اللي هي بتكون انه كيف انا بنتقل من انتقالات عقد لقوة داخلية بالعناصر المتصلة بالعقدي، بانه بيهتم ساعتها بصلابات العناصر وبيهتم بمعامل مرونتها، وبالتالي هدول المعيارين بيحددوا لي نتيجة هذا التشوه قديش القوة الداخلية نشأت، وهذا شيء منطقي يعني. فهلا هون احنا بدنا نروح الحمولات. الحمولات بنفوت على شيء اسمه لود تايبس. اول شيء بدنا نعرف، عاده انا ما بكون عندي هاي الحمولات، بكون ما عندي شيء، فاول شيء بتطلع لي هاي القائمه، هاي نمبر عدد الحمولات اللي عم ننزلها هون. لاحظوا انه هو هلا الحموله الجديده بدها تكون رقم 3. اي ما انا مشكله، هي هون النيم تبع شو بدي اسميها. اول حموله بتفرضها دائما اللي هي نوع الديت بنزل مع الوزن الذاتي، اليا هو بنزل مع الوزن الذاتي اللي هي هي بينزل مع الوزن الذاتي. لاحظ شلون عمله احمر للجائز انه اخذ وزن الذاتي، اذا حددت هيك بروح. شايف الحموله هي ما في شيء غيرها، هي حموله الوزن الذاتي. فاول حموله نحن دائما بنخليها فقط للوزن الذاتي، ما بنحمل العنصر بشيء، خليه للوزن الذاتي. الديد لود فينك تسميها سيلف ويت، يعني انا خليت الديد لود 1. الديد لود 2 فيني انا انه اعطيه حموله التغطيه فرضا اللي بدي اياها. هلا احنا هون كنا عارفين انا ما مهتم بطبيعه هذا اسم بالنهايه يعني ديد، وانا سنه حمولات جانبيه مع الحمولات الشاقوليه السنه، انا لانه كنت عم جرب بس تجريب لانه اختبر سلوك العناصر. هلا انا رح اروح شيل اول شيء الحمولات المعرفه اللي مطبقه على المنشا وارجع اطبق حمولات جديده. فانا اذا بدي شوف جدول الاحمال فوت على شيء اسمه تيبلز، فوت على شيء اسمه لودز. هون كل شيء حمولات انت طبقتها على المنشا بحط لك اياها ضمن هذا الجدول. هون فيني احذف الحمولة اللي بدي اياها، فيني اغير اتجاهها كمان، فيني اعدل عليها كل شيء. يعني لاحظ اول ديد لود شو انه هو السيلف ويت الوزن الذاتي
اتجاهه للهول ستراكشر حاطه لكل المنشأ الليست، يعني هاي كل العناصر محددة هون. اتجاهه ناقص زد يعني عكس المحور زد للأسفل، هاد الحكي صح. اديت له اثنين، هدول اللي انا طبقتهم، حطيت يونيفورم لود اول وحدة كانت باتجاه زد ناقص 5 يعني للأسفل، حمولي شاقولي على الجوائز، والتاني هي اللي اعتبرناها حمولات جانبية لحتى نختبر سلوك العناصر، سلوك البريسنج اللي انا اسندت لهم اياه. فكان ناقص 7، لان هدول ما بدي اياهم، راح اعمل ديليت. يقول لك انه هذا التعديل راح يؤدي لانه انا راح افك القفل لانه النتائج بدها تتغير. بقول له نعم ما بدي اياهم، بس بكتفي بالسيلف ويت موجوده حاليا. برجع على النافذه تبعيتنا، طبعا انا هون ليك من هون، هاي هيك وهي لودز، هاي فيو، فوت على الفيو. تمام، بعد ما فت على الفيو رجعت، هلا بدي اعرف، هلا بدي انا الحمولات. اول شيء انه نفوت لود تايبس، احنا كبسنا اد اول وحده من فريد نزلت عند الديد لود 1 واعتبرها هو اليا البرنامج سيلف ويت. طيب انا راح اتركها لوحدها، ما راح احمل معها شيء، راح اضيف حموله ثانيه للحمولات الميته اللي هي هي. تمام، ضفت عملت اد، عملت ديد لود 2. طيب بيبقى عندي لسه نوعين من الحمولات، عندي حموله حيه وعندي حموله رياح، هدول اللي احنا راح نفرضهم، وبالتالي انا راح اضيف اللايف. هلا الفكره، لايف الى كاتيجوريز انواع. ليش الى انواع؟ لانه الكود اللي انا مسميه كود اوروبي هو بيميز بين انواع الحمولات الحيه. الحمولات الحيه ما انا فقط هي حمولات بشر، هي حمولات الات، هي حمولات حتى مثل عفش انت ممكن تنقله، ممكن تغيره، يعني هي اسمها الامبوز لود، هو بحطها بانواع لانه يعني كل نوع له معامل تصعيد شكل، كل نوع له معامل تصعيد شكل. وبالتالي اذا انت كنت بدك تخلي الكود هو يراكم لك الحمولات لازم تختار نوع اللايف لود، وبالتالي انت بدك ترجع تفتح الكود وتشوف تقاطع الحمولة الحية اللي انت بدها تنزل عندك على الواقع على المنشأ مع التوصيفات محطوطة ضمن الكود وتختار الكاتيجوري المعين. انا ما راح اخذ هيك، انا راح احط معاملات تراكيب الاحمال، راح انا ادخلها بشكل يدوي، فما في داعي ساعتها احط كاتيجوري، انا بفتح الكود وبقرا خلاص. ونحن ما راح نعقد الامر، يعني ما راح نحط انواع من الحمولات الحية، حمل واحد وحمولة رياح وناخذ التراكيب التصميمية الخاصة بهذا الموضوع، احنا بندخله بشكل يدوي. فبغض النظر ما بتمني الكاتيجوري، لأنه أنا ما راح أخليه هو يعمل لي تراكيب الأحمال يولدها، أنا راح ولدها، فشو ما سميت كاتيجوري ما في مشكلة. فبنعمل أد لللايف لود، ببقي لي الويند. طبعا في الباقي، في شيء اسمه تمبرتشر، درجة الحرارة تمبرتشر، في الأكسيدنتال، هذا مثل الحمولات المفاجئة مثل النبضة، يعني مثل النبضة هو الأسلوب الحساب المكافئ للانفجار، يعني النبضة يعني هي حمولة بشدة قوية جدا بفاصل زمن صغير جدا. سايزميك هو الزلازل، سنو الثلج معروف. هلا أنا بدي الويند، بعمل له اد، شايف ما في كاتيجوريز للويند هون، بس هذه كانت لللايف. هلا هيك نحن الحمولات صارت أنواع للحمولات، صار موجود باقي تطبيقه. نحن شو راح نطبق؟ ديت لود 1 هي السيلف ويت، فهو مطبق الكمبيوتر لوحده، فانا بقى عليه هدول ديت لود 2 واللايف لود 1 والويند لود، هدول انا بدي اهتم فيهم طبقهم. بعدين راح احط تراكيب الاحمال. تراكيب الاحمال هي بتاخذ اثر الحمولات مع بعضها، شو الحمولات اللي ممكن تترافق مع بعضها بالطبيعة على هذا المنشأ، التأثيرات المترافقة لازم حطها بتركيب معين، ولازم صعد لحتى آخذ بعين الاعتبار بإني أنا ما راح أكون دقيق 100% بمعرفتي لسلوك الطبيعة، وبالتالي للأمان أنا بصعد قيمة هي التأثيرات لحتى يكون المنشأ المقاوم لهي التأثيرات بيصمد بالطبيعة بشكل تام، لأني أنا صعدت التأثير تماما وخفضت المقاومات بأسلوب منطقي له علاقة بطبيعة العناصر، المواد المكونة منها، شو التشوهات المحتملة، هل يمكن أن يصل للانهيار أو لا. فأنت بتصعد حمولات وبتخفض مقاومة بشكل مدروس، وبالتالي أنت ضليت بجانب الأمان. طيب هلأ كلوز، خلصت. هلأ فوت على اللودز مرة تانية، أنا عملت لود تايبس،
هلأ الديفينيشن هو يعني الإسناد. أنا هدول الأنواع الحمولات لمين بدي أعرفها؟ تماما؟ طيب هلأ أول شيء رح نعرف حمولات التغطية. بس قبل ما نعرف الحمولات، هلأ نحن الحمولات جاهزة لنعرفها، بس نحن بدنا، ما بدي أنا أسناد حمل موزع لكل واحد. أنا رح أحط بلاطة هدفها توزع الحمولات على هي الجوائز. هي بمثابة يعني هي عديمة الصلابة. عديمة الصلابة يعني شو المقصد بعديمة الصلابة؟ يعني الروبوت وقت رح يجي بده يحسب لها العزوم لهالبلاطة، ما بيلاقي لها شيء، ما أنا شيء. هي بس مجرد مؤشر للبرنامج انك انت وزع لي الحمولات بهي المساحة على العناصر الحاملة فقط. فهي فعليا ما في بلاطة هون، ما في شيء. هو بس انا هي اوزان التغطية بدي اياها تتوزع توزيع على هي المساحة الكاملة بدون ما احط حمولات موزعة، تمام؟ بدون ما ادرسها يدويا. انا فيني الواقع اني اجي اجيب شريحة من هي البلاطة مثلا، حط عليها الاحمال، بعدين راكم ردود الافعال بتصير حمولة موزعة. بس انا فيني اعمل هذا الحكي بامر اسمه الكلادينج. هي بلاطة عديمة الصلابة، ما إلها صلابة خارج مستويها. شو عديمة الصلابة؟ ما إلها صلابة خارج مستويها. هي بس أهميتها لنقل الأحمال فقط. فبعمل جيومتري برسم كلادينج. طيب بدنا نحكي عن موضوع الكلادينج. دائما حكينا رح يكون على سلوك المنشأ، كيف بده يشتغل. طيب رح أظهر مقاطع. فعليا هي الجوائز الرئيسية وهي الثانوية. هلأ عادة التغطية هي تقعد على هي الثانوية، وممكن تكون الجوائز هي قاعدة فوق، تمام؟ يعني ما فوق الآخر، يعني يمكن الجناح يكون طالع لهون، الجناح هيك المقطع لهون، يعني هذا الأخضر أعلى من الأزرق، أعلى منه لهون هيك أعلى. وبالتالي التغطية بس رح تقعد على الجوائز الخضر، والأزرق هذا الجائز الرئيسي رح يحمله. معناتها وقت اللي انا بدي ارسم الحمولي وبدي ارسم البلاطه وحط الحمولات، انا ما بدي هي الجوائز الزرق تاخذ من الحمولي بشكل مباشر. الزرق رح تاخذ نتيجه سند لهي الجوائز، يعني ردود الافعال لهي الجوائز على الحمولي المطبقه هي رح تكون حمولات على هالجائزه. ما انا ما بدي حمولي، يعني ما بدي هذا الجائز ياخذ حصه من الحمولي المباشره. الحمولي المباشره كلها بدها تروح بس لهدول الجوائز الحاملي للتغطيه. هذه الفكره يعني بس لهدول. فينا معنى هذا الأزرق، هذا اللي على الطرف هون، من هذا الطرفي، بس هذا ما بياخد، تمام؟ هذا ما بياخد حمولات. نحن أصلا بدنا نرسم بلاطات بدها تكون عاملة باتجاه واحد، هيك بدها تشتغل البلاطة، يعني لأنه بدها تشتغل مثل ما قلنا بدنا ناخد شريحة هيك، صح؟ بالعادة بناخد شريحة نعتبر عرض المسافة بين الأعصاب ونضرب الحمولي مركزة يعني. وبالتالي نحن أسلوب نقل الأحمال هو بين العصبين هيك، تماما؟ فنحن بداية رح أول شيء نوجه الحمل كيف رح يكون، إنه بهذا الاتجاه، ورح نطلب منه إنه الجوائز اللي هي الحاملة الرئيسية الحاملة لهي الثانوية ما يوصلها حصة من الحمولي المباشرة. هذا اللي بدنا نحكيه. طيب فكيف نعمل هذا الحكي؟ اول شيء نحن رح نروح نرسم البلاطه نعملها وان واي بهذا الاتجاه. فليك شو مكتوب هون؟ لو شوفوا هون مكتوب لود ديستريبيوشن. فبنرجع نفوت من جيومتري كلادينج. انا رح اوقف على المسقط لانه الرسم على المسقط اسهل للبلاطه. اكس واي الارتفاع هيك، مبدأ المقاطع رسمنا هيك، تمام؟ جيومتري، فوت على الكلادينج، بدي توزيع الحمولي انا بهذا الاتجاه. بالتالي انا بدي one way. طيب الاتجاه نقل الاحمال هو اول اتجاه برسم فيه، يعني انا بدي، هل هو في الى اساليب رسم البلاطه؟ يا بترسم عقدي يعني نقطه نقطتين ثلاثه اربعه خمسه، تمام؟ حتى توصل لنقطه النهايه يعني حتى تسكروا. يا بترسم بس نقطه نقطتين ثلاثه، هو بيستنتج النقطه الرابعه وين مباشره. نحن نستخدم هذا الاسلوب الريكتانجلر اللي هو هيك نقطه 1 بوينت 2 3. اول عقدتين ترسمهم هو شعاع الحمل، يعني اتجاه نقل الاحمال. يعني مثلا انا بدي البلاطه تشتغل بهذا الاتجاه، وانا راح ارسم على الكامل مباشره قطعه وحده. فشو بعمل؟ اول عقدي هيك،
تاني عقدة باتجاه نقل الحمل، هو نقل الحمل لهدول صح؟ ايه، فباخده هيك، وهي العقدة الثالثة رسم لي اياها. اذا استعرضت المحاور انا اعتبرت الاتجاه اكس هو اتجاه الحمل، فاتجاه الحمل لهي البلاطة الكلادينج لازم يكون هيك، اللي هو لونه ازرق، فبنستعرض. لاحظ كيف اكس للبلاطة بهذا الاتجاه، فنقل الاحمال هيك. تمام، اللي بيبقى عندي انه انا العناصر ما بدي شيء احمال، بدي اعزل اللي هو هاد وهاد وهاد مثلا. تمام، وهلا يعني هون ما كتير ضرورية هي العملية هون، بس وين العملية بتكون ضرورية جدا؟ إذا بدنا نحكي وقت اللي بتكون، هلا نحن أكيد نحن قلنا السيارة بدها تفوت هون، فأنا مثلا هاي المنطقة هيك على الداير مسكرة، طيب معناتها إذا مسكرة في تغطية هون، بدها تيجي الرياح تضرب هون. تمام، أنا بدي الرياح توزع حمولاتها فقط على هاي الفريمات، أنا ما بدي هاي العناصر تجي حمولات كمان توزع عليها، صح؟ تاخذ اي حصة، وبالتالي انا هون لازم اقول هيك انه انا هدول ما بدي اياهم، بستثنيهم. وهون نفس الشيء انا رح استثني هاد وهاد وهاد. طيب بحدد الجوائز اللي بدي استثنيها من الحمل، اللي هو هاد وهاد. سهل، راح اخفي البلاطة، امر خفي البلاطة هو هاد. وهذا معون، طبعا نكبس شيفت اذا بدنا نحدد اكثر من شيء. طيب هذولي كيف بدي اعزل الحمل؟ بعمل هيك، فوت على الجيومتري، دائما عم نستخدم امر الجيومتري هو، لانه سمنا هي النافذة كتير لحتى نعرف سلوك المنشأ المناسب. بنفوت بعد على شيء اسمه load distribution، توزيع الحمولي، هي options كانت يمكن. تماما، على options بيقول لك distributed loads from claddings are panels on the objects using the trapezoid and trigonal method bar and panel list. هلا بيقول لك انه هي الحمولي راح تكون على هالبلاطة، راح تنتقل اما بشكل مثلثات واشباه منحرفات مثل ما بنعرف اسلوب نقل الاحمال اللي كنا نستخدمه فرضا بالبلاطه، بالبلاطات عاده بالمصمطه مثلا وغيرها. بس الفكره عم يقول لي معناتها حط لي العناصر اللي بدك اياها اني اشمله بنقل الاحمل او اهمله. لا، انا بدي اللي تهمله، لان هدول الثلاثه انا محددهم، بحطهم هيك ما تحددهم. ايه، فيني اعمل هيك نفسهم، انا محددهم لانه سابقا، بعمل كنترول سي بنسخهم وبنقلهم لهون كنترول في. هلا شو بدك اياهم، اجنور ولا انالايز؟ لا اجنور، انا بدي اياهم تتجاهلن وقت نقل الاحمال، نعمل اجنور بس كلوز. خلصنا هيك. هلا بده يبقى علينا نحن، ناقصنا لسه شغله وحده، انه نحن لازم يكون محل ما في تغطيه بده يكون في سكك لحتى تحمل التغطية. فبدنا نرسم هلا السكك تبعية الأعمدة اللي هي على الداير هيك، وبعدين نرسم التغطية لحتى نرسم للكلادينج مشان تنقل الأحمال إلى، ونعزل العناصر البريسينج سيستم عن الموضوع.